أسأل كل هذه الأسئلة. ولكن لدينا أخ آخر بقي مع والدنا. إذن اذهبوا وأحضروه حتى تحصلوا على قمح أكثر. سمعا وطاعة سيدي. الآن اذهبوا وخذوا حقكم من القمح. شكرا سيدي. كلا، قلت لكم لا أوافق، لا أسمح أن يذهب بنيامين معكم، هل تفهمون؟ أبدا لا أسمح. أبي، في ظل هذا الجفاف كيس إضافي هو غنيمة. قلت لكم لا، لا فائدة من إصرارك. تأكد أنه لن يحصل مكروه أبي، إنني أعدك. هكذا وعدتموني عندما أمنتكم على يوسف في السابق. ولكننا قررنا أن نرجع مع بنيامين. وما الفرق في زيادة أو نقصان كيس قمح؟ أخبروني. من الممكن أن لا يعطونا القمح أصلا من دون بنيامين. ما هذا الكلام الهراء يا بني؟ في وقتها كان يوسف صغيرا، أما اليوم فأنا أصبحت شابا. بنيامين، أواثق أنك تستطيع أن تعتني بنفسك؟ بالطبع أستطيع يا أبي. التوكل على الله. لقد أحضروا أخاهم الصغير معهم ويأخذون حصتهم من القمح. أنت تعرف ما عليك فعله. نعم يا سيدي. في النهاية حصلنا على كيس إضافي من القمح وسيثق بنا أبي أكثر. توقفوا. فلنقبض عليهم. هيا. ترى ماذا يحصل هنا؟ أنتم موقوفون بجرم السرقة. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ مؤكد أن هناك خطأ. يجب أن نفتش في أكياسكم حتى نتأكد. لا يوجد شيء. أيها الصبي تقدم، هيا. هل بنظركم هناك شبه بينها وبين حبة القمح؟ أوقف هذا الصبي، إذا قلت إنك لست لصا يجب أن نأخذك معنا. دعوه وشأنه، أنا أخاطبكم، دعوه وشأنه. من يتدخل يكون شريكا في الجرم ويعتقل. يجب أن تقتلوني أولا لكي تستطيعوا أن تأخذوه معكم. من الأفضل ألا تتحرك. وأنت تعال إلى هنا، اقترب. خذوهم جميعا إلى القصر. أيها الحارس، ما هو عقاب محاربة العسكر والسرقة؟ الموت سيدي. ولكننا لم نسرق أبدا. ما كان يفعل ذلك في الكيس؟ ولكن هذا ليس عدلا. كم هو سيء أن يعاقب الشخص من ذنب ويحاكم، أليس كذلك؟ انتقم يا يوسف، انتقم. الذي تحدث عن العدالة أنت، هل تعرف معناها؟ كنت على شك حتى الآن، ولكنني صرت متأكدا. ماذا تقصد بكلامك هذا؟ لقد عرفتك منذ البداية يا يوسف. مع أنك صرت عجوزا ما زلت ذكيا يا يهودا. يوسف، من يصدق هذا؟ انتهى أمرنا. فكوا قيودهم.
يوسف. أخي يوسف، سامحنا، نحن نرجوك، نحن أسأنا إليك كثيرا. ليس عليكم أن تخجلوا، رغم أنكم أسأتم إلي، ولكني اشتقت إليكم كثيرا. يهودا، هل تقدم إلي خدمة؟ طبعا يا يوسف. هل تذهب لتحضر والدي؟ إذا تحركت أنا من هنا فوضع تقسيم القمح قد يضطرب. سأكون في خدمتك، وخذ هذا معك. يوسف، يوسف. أبي. من يهودا؟ هل رجعتم؟ شيئا يا بني، فأنا فهمت كل شيء من رائحة قميص يوسف. أبي، هل تستطيع أن ترى؟ نعم يا بني، أستطيع أن أرى، أستطيع. إلهي، أشكرك أنك أرجعت إلي بصري برجوع ابني يوسف. قم يا أبي، قم، فيوسف بانتظارك الآن، هيا. كان بنو إسرائيل يعيشون في أرض مصر، وكان فرعون مصر آنذاك ملكا جبارا، والمصريون يعبدونه. وذات يوم سمع فرعون عن نبوءة تقول إن زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني إسرائيل. أنا فرعون وملك مصر لي وحدي، اقتلوا كل طفل ذكر يولد لبني إسرائيل. وبينما كان جنود فرعون يقتلون كل من يولد من الذكور لبني إسرائيل، ولد موسى عليه السلام. أمي، أمي، ماذا سنفعل يا أمي؟ أخشى أن يعلم جنود فرعون بميلاد أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إلي وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم.
لك ما تريدين يا أمي. لا تخافي لا تخافي، سأظل أراقب الصندوق من دفة النهر حتى أعرف مصيره. الصندوق كيف وصل إلى هنا؟ لا أدري يا مولاتي، يبدو أن مياه النهر حملته إلينا. فليحمل إلى القصر لنرى ما بداخله. أتاني النيل اليوم بهدية ليست كأي هدية يا زوجي العزيز. هدية من النيل؟ ماذا تقصدين؟ أجل هدية، فقد حملت مياه النيل إلى ضفاف قصرنا صندوقا صغيرا، ولما فتحناه وجدنا بداخله طفلا رضيعا كالملاك. ماذا؟ طفل؟ وما ضممته إلى صدري حتى أحسست وكأنه وليدي. أنا التي حرمت من الأبناء. لا بد أنه من أبناء بني إسرائيل، وأنا قد أمرت بقتل كل طفل يولد لهم. لا، إلا هذا الطفل فهو لي ولن أتخلى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. لقد امتنع الطفل عن كل مراضع القصر رغم أنه جائع. إن قلبي يكاد ينفطر لبكائه الذي لا ينقطع. هل أدلكم على من ترضعه وتهتم بأمره؟ لو أتيتنا بمثل هذه المرأة ستكون لك مكافأة عظيمة. في الحال يا مولاتي، سأتي بها في الحال. لقد أقبل موسى على الرضاعة. لقد رضع من تلك المرأة التي أتتنا مع ابنتها. عظيم، هذا عظيم، بل رائع رائع. ومرت السنون وعاش موسى في قصر فرعون، وشب على العلم والمعرفة والفروسية على يد أعظم المدرسين والمربين في ذلك الزمان، كما لو أنه ابن حقيقي لفرعون. ها قد أصبحت مبارزا ماهرا، وأنت أيضا.